التحية لجامعة المستقبل، ونفتكر هي مش جامعة المستقبل فقط، الحاضر والمستقبل، وأقترح أن يضاف اسم الحاضر، لأنه الذي شاهدته في النشاط الطلابي في الخمسة أيام اللي مضت، الإحساس اللي حسيته فعلا أنه في كل كلية في داخلها معهد موسيقى كامل بما فيه كل من معاني. يعني أنا شكري وتقديري وامتناني لا حد له للسيد الدكتور طيب مصطفى ولأساتذة هذه الجامعة وطلابها النجباء بمعنى الكلمة، وكل والموظفين والعمال وأي فرد ينتمي لهذه المؤسسة التعليمية الضخمة، التحية له. وأنا من اللحظة دي حأفرض نفسي حتى لو رفضت الجامعة أنتمي لهذه الجامعة بكل بالضبط هي تأمر وأنا أنفذ بالضبط كده. شكرا لكم.